بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصلنا وقفنا المحدث الماضي إلى العنوان الحروف العربية. فالحروف العربية منها حروف إيجابية منطوقة وحروف أبجدية مكتوبة. فالحروف العربية إما حروف إيجابية منطوقة وهي 29 حرفا، أو الحروف الأبجدية المكتوبة هي 28 حرف. وقلنا لماذا اختلفوا؟ ليش اختلفوا بواحد؟ أن العرب كانت لا تضع صورة للهمزة، كانت ترسمها إما على واو أو على ألف أو على ياء. والهمزة التي هي مكتوبة الآن عندنا في الكتب والمصاحف كتبت في على السطر، هذه الحالة كانت محدودة عند العرب، لا يكتبون. واضح؟ الحروف الهجائية المنطوقة هي الحروف 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم اليهودي المتوفى سنة 90 للهجرة بحسب تشابهها في الخط، وربطها لفرق بين المتماثلات هكذا. إذا هذا العمل نصر بن عاصم اليهودي. ثم تنبيه، الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المادية فهي الحرف القبل الأخير، ويعبر عنها بلا ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. حالات الحرف العربي إما ساكن وإما متحرك، ومتحرك إما مفتوح أو مضموم أو مكسور، معروف هذا لست حاجة كثيرة عليه. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. والحرف المشدد يتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، كذلك هذه أشياء معروفة لكن حاجتنا بها بعدين. الحروف الأبجدية المكتوبة ترتيبها على مشارقة، أبجد هوس اتكام صعب وسط رشد فخر وضوء ضوء. طيب هذا لا ترتيب مشكلة ومرة كيف؟ الكلمات المتشابهة الأول الأزرق والمختلفة. الإمام الشاطبي رتب الحروف، اتخذ الحروف أبجد أبجد ألاز حتى كلمه للشاطبي في الشاطبي في كنز الأماني، ووضع الحروف هذه للخطاء السابق كرموز. تمام؟ وعلى ترتيب المغاربة من الشاطبي في حزن الأماني وتبعه الجزري في الطيبة. الآن هنتعرف على أعضاء النطق. أعضاء النطق وكيفية حدوث الأصوات وتعريف الحرف وكيفية حدوث الحرف. المخارج الرئيسة كل هذه احنا الأشياء اللي مش نتعرف عليها الآن كلها لازم ترسم لها في ذهن الصورة هذه، لأنه نحتاج إلى معرفة المخارج، بيان مخارج الحروف وصفات باهي إن شاء الله. المخارج الرئيسة هي الجوف، وهو الخلاء الحلق والفم، والحلق والفم ويشمل الحالات الأعلى والإسنان والشفتين والخيشوم. إذن هذه المخارج الرئيسية، هذه هي المخارج الرئيسية. الجوف هو هذا بالأزرق، اللون بالأزرق والأخضر، هذا الخلاء الفموي والحلق، هذا يسمى الجوف. هذا القسم بالأزرق يسمى الحلق، هذا الحلق الأعلى، هذا الحلق الأعلى، هذا اللسان، هذا الأسنان، وهذان الشفتان، وهذا الخيشوم. واضح؟ هذه الصورة رسمها بفهم نحتاجه بعد. صور لأعضاء النطق. أقسام الحلق. إذا هذا الخلاء الفم الحلق، هذا الخلاء الأزرق، هذا هو الحلق. له ثلاث أقسام، له ثلاث أقسام. منطقة الأوتار الصوتية عند الحنجرة تحت، أي الأوتار الصوتية. تمام؟ لولا هذه الأوتار الصوتية لما تكلم أحد. واضحة؟ طيب، هذا القسم الأول، منطقة أقصى الحلق، يعني أقصى من عند الصدر. بس اسمها منطقة الأوتار الصوتية.
من تخط لسان المزمار، تخط وسط لسان هذه، وتخط وسط لسان هذا لسان المزمار. هذا يرجع إلى الخلف، هذا يضيق المخرج في الحروف المفخمة وفي الحروف المضاقة يفسح المجال يكون حلو. إذا هذه من تخط لسان المزمار. وهذا المنطقة الثالثة هي جر اللسان من تخط أن الحلق، أن الحلق ما يلي الفم. تمام؟ طبعا احنا اليوم حكينا نتحدث بما يلي الفم. لما قلنا اقصى الحلق يعني مما يلي الفم اخر شيء. لسان الزبار منطقه الوسط جذر اللسان ادنى للحلق مما يلي الفم. اذا هذه الصوره اخرى. هذه لثه وهذا مقدم الحنك. وهذا الحنك العظم الصلب هذا الاصفر اللي فيه اسنان صلب. وهذه المنطقة هذه منطقة لحمية رخوية. فهذا حنك يسموه حنك اللحم اللي هو هنا لون اللحم هذا. واضح؟ هذا حنك لحم. وآخر هنا اللهات الذي يدفع فمك في الدم. هذه هي يسموها اللهات هذه. تمام؟ الآن هذا أسفل للحلق. لا أقسم اللسان. هذا جذر اللسان، جذر اللسان يعني مبدأ بتاعه من على هذا أقصى اللسان، نعم، هذا وسط اللسان وهذا طرف اللسان، وهذا رأس اللسان، مستدق ورأس أسانيد اللسان، واضح؟ طيب أقسام الحافة، هذه الحافة اليمنى، حافة اللسان مش حافة اللسان، حافة اللسان اليمنى وهذه حافة اللسان اليسرى. واضح؟ أقصى الحافة وأدنى الحافة ومنتهى الحافة. كل هذه الأشياء سنحتاجها في مخارج الحروف. الأسنان هذه الثنايا، لما نقول الثنايا العليا والثنايا السفلى، المقصود فيها أول أبرز الاسمين اللي بان معاكم. هل على العلوش العيد ولا بتشوفوا العلوش تحكي ثنايا صغيرة. فتبين معنا الاسنان. الرباعيات هذه أربعة بس أسنان، ثم الأنيام أربعة، ثم الضواحك يعني لما تضحك تبين هذا، وعندك الطواحن هي تضحك لكن، وعندك النواجذ هذا آخر بس عنده عليه النواجذ هذه كناية على كتلة القبضة يعني. طيب واضحة؟ الآن كيفية حلق الأصوات، كيف نحلق الأصوات في الطبيعة؟ هنشوفوا يعني نقارن عليها كيفية نطق الحروف في جهاز اللسان. كيفية حلق الأصوات؟ تعريف الصوت، الصوت هو تخلخل أي اهتزاز لطبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. وقت ما قداش تدرك الأذن البشرية؟ تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية تقريبا. أقل من 20 ما تشوفش، وأكثر من 20 ذبذبة في الثانية ما تشوفش تسمع الأذن. إيش عندنا مثال بالطبيعة؟ أنت ذكي ما فات وعندنا مثال. إيه يعني شيء فوق ال 20 ذبذبة في الثانية. تسمعهاش الأذن. وأقل من 20 ذبذبة. دبيب النام. هذا أقل ولا أكثر؟ أقل. وأكثر؟ تقدر الجن. هيك بيفوت حتى الموضوع أصواته. قنبلة ذرية. قنبلة ذرية؟ مش عارف شو بسمعهاش اسمعها. هذيك خارطة جات يقول لك شو اسمه الطيارة خارطة جدار الصوت. ما تسمعش بيها كيف؟ كيف؟ طيب على كل حال هذا الأذن البشرية. كيفية حلول الأصوات طبيعة تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق متعددة منها تصالح جسمين. تصالح جسمين يعني تصالح جسمين يصير فيه صوت، أو تباعد جسمين بينهم قوة ترابط.
بيناتهم قوة طلاق، ولكن صار في تباعد بيناتهم، تباعد أوقات. بالنسبة للأوراق كذلك، إذا هذا حد صوب بتباعد. اهتزاز، اهتزاز جسم خشن، جسم الأجسام كذلك حد الصوب. احتكاك جسم خشن بآخر كذلك هذا يقع فيه الأصوات. طيب تعريف الحرف وكيفية حدوث الأصوات من صوت يعتمد على مقطع اي مخرج محقق او مقدر، محقق او مقدر. ايش معنى محقق او مقدر؟ يعني في مكان بالضبط، مكان الحرف في مكان بالضبط يخرج منه، ولكن فيما هو مقدر. يعني الان مثلا نقول الجوف شفناه من شوي، الخلاء الازرق، هذا الازرق الاخضر، الخلاء الفموي والحلقي، هذا تو تشوفه بعدين تخرج معك روح المادة الثلاث، فيخرج من هذا المكان، يعني ليس مكان بالضبط، يعني هذا الخلاء شفت المكان اللي تمشي فيه الأسهم، هذا الخلاء اسمه خلاء الحلق والفم. في هذا المكان وين بالضبط؟ لا هون ولا هون ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ما في مكان بالضبط، إذا مقدر في هذا الجزء. لكن في حروف المخرج المحقق يكون مكانه بالضبط. انظر هنا مثلا مخرج حرف الدال، طرف اللسان مع صوت ثاني، أد، قول أد، 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 من غير ما تطلق تطلق أد، لاحظت في مكانه معين محقق يخرج منه الحرف. بينما الألف إذا قلنا أ، إي، تخرج من هذا الخلاء الفموي والخلاء الحرفي. ليس لنا يعني مكان بالضبط، إذا مقدر في هذا المكان. منين بالضبط؟ في هذا الخلاء. واضح يا اخوانا؟ اذا هذا معنى محقق ومقدر. اما الالف، انظر الالف تخرج من هذا المكان، وين الاسهم؟ منين؟ من هنا من هنا من هنا من هنا، في هذا الخلاء الفموي والحلقي. الان الحرف، كيفيه حدوث الحرف، الحروف في جهاز النطق. الحرف الساكن يخرج بالتصادم. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين الطرفين عضو النطق. مثلا نقول أم، أم، أضفنا شفتين على أم، أب، أن، كله هذا بالتصادم. الحرف الساكن يخرج بالتصادم. شلون هذيك في الطبيعة قلنا بتصادم جسمين، تمام؟ هذا الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، أو نقول بالقرع، بالقرع، تمام؟ بينما الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين الطرفين عضو النطقي ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. لما نقول ما، ما، مو، مي، ففي تباعد بين عضوين، تمام؟ ب، بو، بي، مش بخلاف الساكن يقول أب، أم، أن، تصادم. حرف متحرك يخرج به التباعد. حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك في تحويل الفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. وضع الراحة في للسان، هذا هو اللي في الصورة الآن، هذا يسموه وضع الراحة. يعني لسانك في الحالة الطبيعية، في حالة الكلام، في الحالة الطبيعية يكون بهذا. انظر الآن إذا حركنا يتحرك. فحروف المد تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية، يعني إذا وضعت إذن هنا على الحنجرة، ضعت هنا قلت آ، أو، إي، تجد فيه اهتزاز الأوتار الصوتية، تمام؟
حبك بالاهتزاز بالصورة هناك يا أبناء الصديق هكذا تهتز الحروف حروف المد ويصاحب ذلك في داخل الفم تقول آ أخش آ آ آ مع وضع الراحة في اللسان آ فتح الفم هكذا فتح الفم هكذا ولا تفتحه عرضي آ بسم الله ولا أقول بسم الله فتح وضع ولا أقول بسم الله يا رحمن بسم الله لا واضح كيفاش يكون هذا معناه فتح الفم في الألف ويقوم اللسان في وضع الراحة أما بالنسبة لي في الواو في الحروف عفوا لحرف الواو مد الواو المدية انضمام للشفتين طبعا يصحب ذلك الوضع مع ارتفاعي أقصى لسان طبعا هذا وضع الراحة هو الطبيعي بتاع الواحد لكن أنا بحرك الصورة إذا لاحظت كيفاش اللسان رجع من هنا تمام ولاحظ الشفتين كيف هاي الصورة هذه الصورة صورة الشفتين إذا في حالة المد بهذا الشكل واضح على هذا الشكل بيقولوا أوه يعملوا تدور الكمية عرفت كيف منظر هذا طبعا أنت لك علاقة في أقصى لسان ارتفاع أقصى لسان هذا عملية طبيعية داخلية طبعا أيوة بس هذا يعني أنا أكد حد في الياء انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان في الياء انظر مثلا هنا شايف الوسط اللسان تبسيل يرتفع هو وسط اللسان وينزل الفك السفلي هذا إي إي تمام إذا هذا انهينا الآن إلى مخارج الحروف العربية الآن نحن نعيد انتباهنا تماما تماما لهذا هذا البحث عن مخارج الحروف بحث الصفات هذا مهم جدا للأداء مهم جدا للأداء لذلك انتباهنا جيدا الآن عندنا نحن المخارج هي خمسة أول مخرج هو الجوف تخرج منه حروف المد الثلاثة حروف المد الثلاثة إذا هذا الجوف يشمل الجوف التجويف الحلق وتجويف الفم يعني هذا الخلاء الأزرق والأخضر هذا هو معبر عليه بالجوف لازم الجوف كل الجوف يعمل كل الهومبر والهوم الصدر لا الجوف وهذا هذا طبعا العلماء اختلفوا في هذا المخرج عدوا من من عدى ومن لم يعدوا هذا احنا من نحكم القول المعتمد في قول الامام الجزري عدى 17 منهم مخرج الجوف طيب اذا الحروف المد الثلاثه تخرج من الجوف
إذن هذا لا لا هذا لا هذا الدخان الأبيض هذا تقدير الجزم تقدير الألف ومنين ينطلق نقطة صوتية ثم ينتهي إلى الفم تنبيه الآن نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت. حروف المد تخرج بأقل انضغاط للصوت. إيه فيكون اللسان في وضع الراحة لما نقول أقل انضغاط للصوت نقول بالياء متحركة يا يو يي أي وا وو وي أو أما نقول يا يا إي تو شوف انضغاط الصوت فيها و و وي و لاحظ في شيء انضغاط الصوت فيها اقل فيكون لسان في وضع الراحه في الالف ويرتفع وسطه في الياء مع غير مرتفع وسطه في الواو مع انضمام الشفتين فيه ونسبه الواو والياء غير مديتين الى المخرجين لان انضغاط الصوت فيهما اكثر منه في المادتين المديتين الآن الحمد إذا عندنا الآن مخرج وثلاثة حروف مخرج وثلاثة حروف عدوا الآن مخرج عندنا مخرج عندنا ثلاثة حروف الآن الحمد هذا هو الحمد إذن هذا المكان الأزرق وفيه ثلاثة مخارج في ستة حروف أقصى الحمد مخرج الهمزة ولا أقصى الحلق قلنا مما يلي أقصى الحلق على آخر عند الأبطال الصوتية يخرج من الهمزة أ أه هون عند الأبطال الصوتية أ أه تمام هذا من الحرفين وسط الحلق هون عند لسان المزمار يخرج إيش العين والحاء أع أح أع أح أقصى أدنى الحلق يخرج منها هون في هذا المكان قريب الى اللسان الى جذع اللسان مخرج الغين والخاء ار اخ ار اخ هلا مش ناخذهم كل مره ان شاء الله إذا هذه أقصى الحلقة أول منطقة الأوتاد الصوتية مخرج الهمزة والباء. تخرج الهمزة الساكنة بانطباق البطارية الصوتية تقول أ السماء. أقفل فيها الأوتاد الصوتية، إذا لابد هذه لابد منها السماء. فتقفل الأوتاد الصوتية. تخرج الهمزة المتحركة بانطباق على تقول أ أو إي. طبعا كما قلنا الحروف المتحركة تخرج بالتباعد. تمام؟ وتخرج الهاء بفتاحها الجزئي. الآن عندنا منطقة لسان المزمار، يخرج منها العين والحاء. هذه العين. لاحظ. قل معي. غي
هل مش دافقين؟ اه شايف الخلايا الفموية هذا؟ اه وانت تفتح قدامها المرآة تشوف الخلايا الفموية في الحلقي. هذا الخلايا هذا يجب يكون معبى بالهواء لازم يكون صار غي وضعين. طيب بعدها حرف الخاء أخ أخ خاء خو خو خي خي أخ أخ خاء خاء خو خو خي خي خالدين خالدين في الدرس إن شاء الله. طيب إذن هذا التفخيم خا هكذا صدى لأنه هو التفخيم ترجمه معنا بعدين إنه الصوت يخرج لو نشوف الصفات يخرج الهواء من الرئتين يصطدم بمخ بمكان ثم يصعد إلى قبة الغر الحلق ويرجع ويعمل منين يعمل صدى الإيكو يسمونه يعمل هذا الصدى. هذا الصدى يملأ الفم كله فحسب الضوء على الضم والفتح والكسر يختلف بين واحد يأتي معنا بعدين نرى أنه يختلف بين الفتح وبين الضم وبين الكسر. إذا هذا كم صار معنا؟ تسعة ستة وثلاثة ست يعني تسعة حروف وكم مخرج؟ أربعة أربعة شوف أقصى الحرف أربعة مقابل الجو في ثلاثة والحلق حرف في ثلاثة مخرج أقصى أقصى وسط وين؟ أيوة ثلاثة أربعة خليك معي حاجة الله يرضى عليك أحسن من كده ما شاطر في الرياضيات خليك تعرف وقت ما يعرفش بالرياضيات الواحد يخاف في القرآن ممكن ضعيف الرياضيات قال في الآية القرآنية فسبعة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك تسعة كاملة وضعيف الإحسان ضربت ماذا زاد ثلاثة معناتها وطلعت معناتها تسعة. طيب إذا بعدها شوي واحنا ماشيين باتجاه الفم طبعا الأئمة رضي الله عنهم تتحسسوا الحروف وتبدأوا من أقصى الحلق وبدأوا هكذا تحس حتى لين تصل إلى الشفتين تمام. فبعد الغين والخاء نتقدم إلى أمام شوي نجد في الحنك اللحمي إذا أقصى اللسان مع الحنك اللحمي هذا إذا شفناه من شوي أقصى اللسان مع حنك اللحمي يخرج حرفه القاف حرفه القاف نقول أق كل كل معي أق لا ما غير ما تطلعش خليها حاجة أق قا أق هذا التصالح اللي تبعنا ساكن غير مقارن في التصالح استصالح هذا مش تخرج منه اللي تبعه أق خليك شاد أق قا كيف الاتصال تبعه كيف يكون بعد بدون تصادم يكون بدون تبعد بدون يعني تبعد يكون بدون حدود تلامس كيف انت بتقول باء في الهواء بدون ما تلامس كيف بتتباعد بين الاثنين اذا هم مش مقربين من بعض لذلك الحروف المتباعده تخرج بالتباعد بعد تلامس يعني بعد التلامس طبعا اللي فيها يقع الحروف اللي فيها يقع فيها انحباس الحروف الشده اللي يقع فيها والباقي يعني على المخرج مثلا نقول باء كيف نقول؟ تلامس من غير صوت باء ثم ذكر تباعد تلامس من غير صوت ثم تباعد تلامس من غير صوت ثم تباعد فنحن اطبقنا على قاف ساكنه غير مقلقله أ هذا تصادم منه هو هنخرج الى المبدا تبعه أ قا قو قو قي قي أ قا قا قو قو قي قي أقا أقا هذه نقاط مقلقلة في المخرج مقلقلة هي التحرك في المخرج تأتي معنا إن شاء الله لاحقا كيف شوف التفخيم شوف كيف التفخيم أقا قا 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 شايف الخلايا الفموية مو قا قال قا قا التفخيم ليس التفخيم هذا قا قا آه 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 واضحة؟ أي مخرج الآن مش قدام شوي هذه صار المخرج عدها خمسة بعشرة سنت أقصى اللسان مع الحنك اللحم والعظمي بين بين بدين شوي من الحنك العظمي وشوي من
هذه اللحمة. في هذا المكان تخرج حرف الكاف. مخرج حرف الكاف. ما بجزر قبل الكاف أسفل. يعني أسفل مما يليه فم. تمام؟ مشينا هيك بالتدرج. إذا قل الآن أك. أحبسه كمان تخرجوا. أك. كا. كا. كو. كو. كي. كي. أك. 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 يعني حبسه بعد ما تطلق الباعي بينهم الحال هو المحبوس خلف المخرج ينضغط. اذا هذا الحرف بدايته شده ونهايته همس. اك 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 قول اك اك اطلقهم هذا الهواء المحبوس. اك 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 ك كي كي اك اك هذا بدايته شده واخره همس بيجيب عنا مضاد الصفات. بعدين قدام شوي مخرج الجيم من وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى. وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى. اذا هذا مخرج الجيم. طبعا هذا الحروف اللي تجد فيها تلامس تلامس هذه الحروف تدل على شدتها يعني يقوى فيها الحلاس. عندنا نحن اجيب قطبه كانت تضم الحروف لديت الحروف الثمانيه هذول الحروف الثمانيه ينحبس معهم الصوت تقول أ أ أد أد أص أص أب أد أد كل هذول الحروف ينحبس معهم يعني يقع فيه انحباس في المخرج واضح؟ استتب على كذلك شغل الصفه. إذا من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى يقع هل اللسان نحن في الجيب شو المشكلة؟ تعرف وش الإشكالية عندنا نحن؟ الإشكالية إنه اللسان مش قاعد اللسان مش قاعد ينطق على مش قاعد يدرس مع الحنك الأعلى. وقت بيكون تعمل له هيك في الفضاوة إيش بيصير؟ بيصير يقول أج أرجي ش فما في تنفيذ مثل الشيء غير إنه هذا مجهول وهذا مهموس. الشين اللي ننطقها نحن في المنصة هذا يجي شين جيم فرق بينه وبين الشين أن الشين حرف مهموس والجيم هنا مجهور واضح كيفاش؟ هذا اللي فرق بينهم وإلا كان حرف واحد. لما تخليها فضاوة هكذا بينه وبين الحنك الأعلى تولي أج ج جا جو جي شايفة كيف؟ أج ج فما فضاوة بينما هذه حرف شديد يعني العرب هذا ليش بناء هذا الوصف هذا الوصف وصفته وصفوه العلماء عند نزول القرآن الكريم كيف كانت العرب تنطق بهذا الحرف وكيف نزل به القرآن بلغتهم. فالقرآن نزل فوصفوا الحروف عند نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرأ به الصحابة وصفوا فقالوا الحروف الشديدة أجد قطبك يعني تجيب من الحروف الشديدة حروف الشديدة معناها هي الحبس فيها الصوت في المخرج نقول أج يج دا جو دي واضح يا إخوانا. أما تقول أج جا جو أج جا جو جي هذه ليست شديدة هي طلع الوصف بتاعها الوصف اللي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول القرآن واضح يا إخوانا هذه المسألة. طيب هلا الآن طبقات أد خلي لسانك طابق أد وسط لسانك وسط حنك هو من مو طرف اللسان يقول أد من دال أد أد جا 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 معناش الدال قبلها جا جو جو جي جي أد 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 هي جي مقلقلة نعم لا 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 انا نبات ما تدور نباتك على جسم نبات عليك صعب شويه لا ما هي صعب ما هي صعب بس انت بس انتبه كيفاش لصق لسانك وسط لسانك ووسط الحنك الاعلى ما تقولش جي جي نعملها دال قبلها لا وما دور كيف كل ما يجيب يحلل لك فيها حتى علماء الصوتيات اللي يحللوا فيها بالطريقه يقول لك انت عم تجيب حرفين وانت بجيب مع بعض يا اخي ما عم تجيب حرفين جا 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 إذا جا جا قلت جا جا لا إذا جاء نصر الله والفتح يجو جي أج تمام إذا نقول أج 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 أطبق وسط لسانك بعد لصق
أد أد جا جا جو جو جي جي أجل أجل أي جي مقدمة واضح يا أخي طبعا بالتطبيق هذا يجي تطبيق الميلاد مرة ورا مرة تجي أما المهم القناعة يقتنع إنه أنا إنه مش الرجيم قطعا حتى كان اختلفت الناس معها واحد عملها دال ولا عملها وكذا مش قال نطخ معاه أو مثلا أما لكن مهيش بالطريقة اللي نخلو فيها قطعا لما نقول الرجيم جاء إذا جاء رسول هذا قطعا لا يمكن أبدا هذا كلام ليس صحيح أبدا ليش؟ قولي ليش؟ مين يجاوب؟ هذا الوصف خرجت عن وصفه يعني مش ممكن ان احنا انه الحرف هذا يكون زمن النبوه نازل بوصف هنا وبعدين يقرا بوصف اخر والا شو يكون قطع التواتر وين التواتر هذا القران نقل يعني شو معنى قطع التواتر يعني في زمن الصحابه رضي الله عنهم خذوه تابعين تابعون منهم بنفس الكيفيه تابعوا التابعون اخذوا من التابعين بنفس الكيفيه ومن بعدهم هكذا بالتسلسل مش شيخ عن شيخ مشايخ عن مشايخ من طبقة إلى طبقة حتى يوصل إليه ويقول لك الحرف هذا شديد هذا مجهول هذا رخو هذا كذا نحن مش نبدل الصفة اللي هي كانت عليها زمن نزول القرآن لا يمكن ولا يمكن انتبه إلى هذه الملاحظة لا يمكن أن يجتمع في الحرف صفتان متضادتين أنت لا يمكن أن تكون طويل وقصير في نفس الوقت ممكن واحد يكون طويل وقصير ممكن يكون طويل وعريض طويل واسمر طويل وابيض ممكن اما طويل وقصير في نفس الوقت ما يمكن الان ليل ونهار في المقطع هذين دو ليل ونهار ممكن لا يمكن ان يجتمع في الحرف الواحد صفتان متضادتان هذا لا يمكن واضح ولا عند قوم شديد وعند قوم رخو والا في فتره ما رخو وفي فتره ما شديد ولا شديد بعدين لا يمكن الحرف العربي يكون وصف عند نزول القرآن يقطع على هذا الباب في القرآن فقط حتى كان تغير تعبر اللهجات في الناس يغير يغيروا الدنيا حتى كان يجيب يردوها حرف آخر بالروسي المهم يتفاهموا معه باللغة لكن في القرآن لو ترجع نقرأ القرآن إذا نقرأه على الوصف الذي كان به عند نزول القرآن واضح حليمة الملاحظة مهمة جدا نعم أستاذ تختلف اللهجات ما بحث هذا بحث طويل تختلف اللهجات العربية عند نزول القرآن تصدق تقصير عند نزول القرآن كان فيه اختلاف كان فيه كان قبائل متشتتة وكان فيه بدرة لكن هم قبائل كبيرة واضحة مثل قبائل قريش قبيل التميم شو اسمه القبائل العربية المشهورة اللي هي الأغلب القرآن نزل بهم في لغته الجاهلية ثم بلدان عربية تكون هذا معك هلا خليني نوضح لك عشان ان زمن نزول القران كان العرب كان مختلف قبائل مختلفه واضح مش كلهم على نفس اللهجه تمام مش كلها انا احنا تو في بلد واحد مثلا تجد الجنوب مثلا في الجنوب تلقاه عنده لهجه نبر صوت سموها انا نبر يقول لك منين الاخ اول ما نلقى مع واحد يقول لي منين الاخ يا ولدي شو منين الاخ الاخ ليبي او ما ليش لان احنا بالجنوب اقرب على الليبي تايوان تقول اخ ليبي ليش بيش بالنبره بعد نفس كده مره نقرب في الشام كده مع تاكسي انا في الشام كنا نتحدث تقول لي تقول شامخ اصلا تقول هذا ابعد شيء موجود انا ركبت مع التاكسي وقال لي منين الاخ خوي انا قعدت في مخي هذا قلت له كيف ايش قلت له قال لي من نحوه الكلام النبره من النبره بتاعك عرفتك هذا الشامي اصلي الشامي اصلي يعرف اما غير شامي ما يعرفش عرفت كيف تلاقي ذلك انه من تونسي مثلا الاصل التونسي من اصل تونس من بدايه تونس العربيه العربي وكذا هذاك اللهجه بتاعها بتختلف على لهجات اخرى فالعرب وقتها كانت اختلاف لهجات لكن القران نزل بمعظم اللهجات وحتى يعني الكلمات بعض الكلمات نزلت بلغات اخرى يعني العرب مثلا سيدنا ابو بكر سيدنا عمر لما رضعناهم كبار الصحابة ما كانوش يعرفوا الأبا فكهتهم أبا حتى جاء واحد من البادية سألوه على أخر الأبا ذي طعام يقول الجيمة لكن كلمات
مش اعرف اعرف نزر بيريب لوط قريش وما عمل تمام اشهر القبائل في كلمات ممكن فهم بعض الكلمات هلا مثلا في كلمات كثير مختلفه فيها بين بين العرب مثلا مديا ناس يقولوا مديا ناس يقولوا سكين بيختلفوا في في بعض بعض ابن قال سيدنا خالد قال ريحوه راح قتلوا ريحوه من الغفوم ردف عندهم قتلوا والله يعني ثم بحثت مختلفه بين بيناتهم في القران نزل به بلغه قريش واللهجات المشهوره كيف وصفوا كيف كانت العرب في الوقت اللي نزل القران بلغتها كيف كانت منطق الضال مثلا كيف كانت المخرجيه كيف تنطق تحلل العلماء تتبعوا هذه ووصفوها بدقه متناهيه المخرج والصفات بدقه متناهيه تمام وبقيت عليه العلماء تتناقلوا جيل عن جيل ويتدربون عليه حتى يوصل اليه فنحن الان ما علينا الا ان نجتهد ان نتحصل على الحرف العربي عند نزول القران على الاقل وقتنا في القران على الاقل عند قراءه القران اذا كان في الالفاظ العاديه تكلم مثلا في 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 كثير من الناس مثلا حتى في الشباب اللهم اهلك الظالمين ابو الظالمين واخذ من ظا الظا صارت ظا شلون يشوفون لفظ مثل ما قال من اخر مثلا يقول شلونش الجيم الكافي هذول الجيم فمباشره لهجات موجوده اخر الكافي بدو لها جيم ولا شيم مباشره هذا برضه معنا في بحث اسمه اصول اصول النحو يذكر المسائل المهم المهم الوصف العربي اللي الان نحن المدون في عنده علماء ثابت وما يجوز ابدا تغييره الوصف اللي وصفوه العلماء لما نقول الامام الجزري يقول لك اجيل التطيب مكان مش الامام الجزري الامام الجزري اخذ بها عن مشايخه يعني هو هذا كريم اجيل خطب مكان من عن زمن الخليل بن احمد الفراهيدي شيخ سيبويه شو يقول شيخ شيخ شو اسمه شيخ سيبويه شو يقول عن عن الخليل عن شيخه يقول ان الخليل قد ذاق الحروف تذوق السلام تذوق الحروف يعني قاعد يتبعها تبعها بالدقه المتناهيه يصف المخرج بالدقه ويصف الاوصاف الحروف بدقه يعني كيف يخرج بين الحرف خرج من المخرج بعدين كيف خرج مخرج مرخص مهموسا مجهورا رخوا شديدا تمام مستعليا مطبقا فاتح ما كل هذه الصفات تتبعها بالدقه المتناهيه ونقل هذا الشيء لنا وتوصل من الجزري وبعدين قعدت في الجزري اجيب قطيب بكت انتينا احنا تو نقول واحد يقول لي سكت سدى فحثه شخص الكاف نحاها بالهمس صارت مجهوره عرفت كيف؟ ساف صار عنده مجهوره واحد خلق الجيم لا الجيم صار عبر تغير التخيل صارت ان هاي الجيم عندنا فيها وعندنا فيها سند وهي الجيم ما هكذا قرانا به مع انه الامام الصفاقسي لما ضعنا باسم ما عهدنا على اسمه الامام الصفاقسي شيخ نور الصفاقي عنده كتاب اسمه تنبيه الغافلين يذكر فيه على الحروف والواحد وين ويأكد على محل مسألة الضاد والجيم الإمام الصفاقسي الذي يصل إليه سند التونسي سألت أحد المشايخ قال نحن سندنا سند قلت له طيب سندكم فسألته قلت له طيب يا مولانا سندكم يصل إلى سيدنا الصفاقسي قال يصل فإذا كان يصل إلى الإمام الصفاقسي والإمام الصفاقسي نبه على معناها في خلل مين؟ وين الخلل صار؟ بعد الإمام الصفاقسي إذا كان هو عم ينبه عليه والسند واصل إليه من بعده؟ هم اللي بدل واضح واضح المسألة يعني ما اختلف فيها حتى اثنين يعني مش معناها إذا كان الإمام الجزري ما قرأ عنه الإمام الجزري ما نقل القرآن عنه هو إمام حجة القراء من بعد يعني الإمام الجزري يقول الأجيل قطيب بكت وهذا يقرأها الرجيم وهذا يقرأها الرجيم أنا صح اللي بيقرأها شديدة هو اللي صح ليش؟ لأنه هذا الوصف اللي تناقلناه على العلماء طلوع مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح يا إخواننا؟ طيب هذا بالنسبة لحرف الجيم نمشي شوي لقدام وفي نفس المكان في المخرج والشين
مخرج الجيم والشين والياء مخرج واحد من وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى وسط اللسان. لاحظوا الشين اش شايف اللسان ما يطبخش على وسط اللسان على وسط الحنك الاعلى ما فيش اتفاق اش في فضاوه تمام قول اش اش شا شو شو شي شي واضح كيفاش يعني اللسان ما يقع فيه ثم فجوة بين اللسان وبين الحنك العلوي ايش ثم التساق ايش هذه كيف التساق ليش لانه حرف شديد محبوس لازم يتحبس على المخرج هذا الشيء حرف رخم عكس الشديد نحن شو عملنا غيرنا اعطينا الجيم اعطينا صيغه ايش ووسط الحنك اش هذا الانتشار الصوت هذه صفه الجيم على عليه صفه التفشي هو هذا الداس بها الحرف مع الرخاوة انه رخو اش شا شو شي مخرج الياء غير الماديه من وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى اذا هذه مخرج الياء اي قل اي اي يا يا يو يو ي ي اي اي يا يا يو يو ي ي شو الفرق بين الياء والشي قل أي أي أش أش شو الفرق؟ الفرق بين وسط اللسان هي من وسط اللسان من الأشياء من القلب عكس الياء من النون الوسط إيه بس من النون أنا مش نص بين الشين من الوسط هي والجيم أي هذا قل أي تخدي سرك إيه النون أنا نص والله تعالى أعلم ايوه الان شوف المقارنه بين مخارج الجيم والشين والياء المخرج الواحد هذا مخرج الجيم فيه شده وهذا مخرج الشين وهذا مخرج الياء غير المادي او ايوه جينا للقواعد او لسه نقاط حق فصل واحد وفصلين فصل واحد وفصلين فصل واحد فيهم من سنتين ثلاثة جايين يعني مش تعمل يقع تغيير ولا السنة الثانية يقروا بعد عشاء الموجودون بعض من السنة الثانية وبعض من السنة الثالثة لا السنة الثانية وبعض من السنة الثالثة ثانية وبعض من السنة الثالثة طيب الآن سيخرج يعني في جزء السنة الثالثة السنة الثانية سيخرجون بعد صلاة يعني عندهم فرق خصم عندهم ونشوف الوقت طيب سنروح نقرأ نقف الناء علش نقف الناء عند الضاد بش المرة الجاية نحكو فيها ولا كملوا فيها كملوا هاي المرتين هكملكم فيها شوي نعاود نكملوا المرة الجاية نعاود نحكو فيها المرة الجاية مخرج الضاد عندك الهواء اللي بيخرج من الصدر من العلبة من الرئتين بيش يخرج من الأوتار الصوتية حكينا فيها بيش يخرج من الفم يخرج منين من قدم الفم ما هي طيب شوف هاي المنطقة الصفراء منطقة الصفراء هاي منطقة اللسان يضع عليها منطقة تلامس من غير ما تشوفكم عليها بتاعها منطقة تلامس من غير ما نضغطها لو ضغطت انا مش حرف شو حرف الدال ولا الدال طيب لو ضغطت انا صار حرف الدال لا احنا من غير ضغط بس بدون ضغط التلامس فقط فالهواء الان يجيب هيك اللسان على طرف طيب هيوقف هيرجع الى الخلف يرجع الى الخلف يجد لسان من عند الاطراس عمل اتكاء ضغط واتكاء من الداخل ايش عمل؟ حصل الصوت وين؟ بين وسط اللسان وقبه الحركه العامه هذا الحصار ماذا نسميه؟ اللي هو موجود هنا في الصوره على واقف هذا شو نسميه حصار بين صوت؟ يسمى اطباق حصار الصوت تمام؟ ايش بيصير؟ اللسان هنا في المكان هذا وقت يقع فيه ضغط الهواء ايش بيشعر اللسان؟ حيتمدد شوي الى ان يصل الى مخرج اللام الى وصول الثنائي العليا من الداخل هاي يتمدد شوي هذا المخرج الوحيد مش هذا التحرك للسان ماذا نسميه؟ استطاله وجريان الصوت الداخلي اللي هو نتج على الهواء اللي دفع على اللسان اللي يخلي لسان يتحرك فما صوت داخل هذا الصوت اللي قلنا محفوظ هذا جريان الصوت الداخلي يسموه رخاوه فلذلك الضاد ضاد هذه رخوة ضاد رخوة
وفيها استطالة لسان اللي يتحرك اللسان، وفي انحصار الصوت بين وسط اللسان والحلق العلوي. باين؟ قل أو أو قل وراي أو 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 أو. يعني لابد فيها من أن يتحرك اللسان من هنا أو أو حتى لسانك يصل إلى هنا إلى وصول الثنائي العليا. إذا ما خرج له قل أل 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 إلى هنا أل أو 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 نخش أو 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 غير صار شديد لازم يجي معاه صار أو أو سلس أو قل أو 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 ضاء ضاء ضو ضو ضي ضي أو أو طبق الخلاوي ما نكتب طبق طبق الكتابة في كثير كثير من الناس خلينا نطبق أو 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 ولا تجد حاجة اللسان يخرج خارج الأسنان؟ هل لما يدلك شيء يدلك على اللسان خارج الأسنان؟ لا. طيب حرك الصورة الآن انظر اللسان حيكون في المنطقة هذه شوف هذه المنطقة اللي أشرت إليها هذه والله شفتها؟ شوف الصورة هو في مكانها يصل هذا المكان النهائي اللي يصل إليه لمخرج الله انظر حرك الصورة انظر أو شايف كيف؟ أو 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 تمام شفت هذه المكان هذا زائد زيد هذا يعني يكون خليط اقل او ثم يضاف او 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 قول ولا الضال ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء اذا او قول او او ضاء ضاء ضو ضو ضي ضي أو أو ضاء ضاء ضو ضو ضي ضي هذه حرف واضحة ما فيش تقول أو أو خرج لسانك خرج برا لسانك خلي حرف واضح لازم يخرج خارج لسانك دير بالك عليه خلي أسنانك هذا يعني يحرسوا خلي يحرسوا طيب طيب نحن اليوم هنطبق إن شاء الله تعالى على سورة الفاتحة مين الشاطر بشكرانها؟ يلا نحن قرامة تدخلوا رايح باشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مين هو الوعزة يا رب؟ شرف مين ده لمين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان طا من هذا كنا نحكي عنه طا طا من الشيطان طا 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 من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال العالمين.
العالمين. حط صباعك مش توعك، حط صباعك بعد مين العالمين. شايف كيف؟ لازم تسكر العالمين. مين العالمين. لازم نفكر قصة في الياء. كنا نحكي على انه في الحرف المد في الياء، في الياء نزل ما نفكر في الصفري قديم اي مين العالمي. مين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تابع الضالين في كل ما كتمت حركة النص من بسط حركة ولا الضالين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دائما ضمن ضم في شفتين الأمام، الكسرة نختار فس فك السكين القليل، الفتح نفتح الفك. أحد كيف؟ الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقل نستعين. الكسر يا أخوانا، الكسرة الصحيحة تعطيك يا إذا مديتها تعطيك يا، وإذا كان التزام صحيح إذا مديتها تعطيك ما ع ب ب الرحمن ن ن ني ني العالم أرى شو اسمه نستعين مش كسر هذا نستعين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خرجت لسانك غير المغضوب عليهم خليش تخرج لسانك يا ابني خليش تخرج المغضوب عليهم ضو من وسط لسانه من داخل نظرات من داخل غير المغضوب عليهم ولا الضال ولا الضال ولا الضال ولا الضالين وعلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بين الكسرة لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لذلك الولد الصغير في كله تعلموا حاجه يتعلم الولد الصغير نفكر الطريق يطلع مع الحرف ما شاء الله شوف الولد الصغار الان علموا شوفوا كيف والله ساعات اشوف الولد الصغار تنبهر فيه ينطق باربع حروف ما شاء الله تعطيه بال كل ينطق ليها عملها مره واحده تشوف الولد في جمالها ليش؟ لانه الطريق فكه ما زال ما تعودش على اللكنات الاخرى نحن تعودنا نحكي بالشيء ونحكي بالفرنساوي ونحكي باللغات برشا فالتعود الفك بتاعنا على الوضعية هذيك يبدو ان حملنا نبذل جهد اخر باش نطور انفسنا باش نضبط الحروف لذلك لان حتى لو واحد استقامت حروف وترك ترجع هلا واحد يلعب رياضه يعمل كمان اجسام ويجتهد نفسه يولي يحمي يرحم يرفع حديد ويضع اثقال وكذا يترك بعد ما يترك شوي يحل جسمه ويرجع كالعاده محمد الكلاب جال عندنا الشاب من جال جابوا له واحد مش بوكس ايه قد ايه رشو ما حش ما حش كنت حتى يكتب يحكي على نفسه قديش كان ملاكم وكذا نفس يعني ولد صغير نشد شو على نفسه ايده هيك طلعش بعدين ايش بعد في اخر هم الشباب اللي قومين انا طعته نعم بعد اخوه بسم الله بسم الله اسمي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حسن مصطفى الحمد لله رب العالمين العالمين هذا اللي كنا فتح ووضع لسانك وضع الراحة والفم افتتاح فم عا نقول عا نقول العا العالمين مين أجل فك الصوت العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جميل ملك يوم الدين كل كسرة ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الدفع في الدفاع ولا الضالين ولا الضالين صلت المفتاح بعد مرة أعوذ بالله من بالله خليك لسانك هكذا مستقر وفتح الفرج بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب